أنا الآن متواجد بمدينة كلبة. شوفوا هذه المناظر الرائعة وهذه الطبيعة الخضراء. أنا أستغرب الناس اللي كيخرجوا برا الإمارات وهذا الجمال وهذا الكمال وهذه الطبيعة الرائعة موجودة في مدينة كلبة. ممكن أنك تزور فاش تكمل مدينة كلبة تمشي للشواطئ ديال الفجيرة، الشواطئ ديالها الرائعة، كذلك تمشي للخرفكان، تمشي ديبا الفجيرة، تمشي لواحد البارك كاين في ما بين الجبال سميتو شيس بارك. صراحة هاد المناطق هذه كلها ما واخداش حقها من الزيارات، ما واخداش حقها من السياحة، ما واخداش حقها حتى من كيف كنقولوا يعني تكون أنهم أماكن تكون مشهورة. صراحة هاد الأماكن هذه الواحد ممكن يزورها في أي وقت بغى، وخصوصا في الأوقات ديال فصل الشتاء يعني غتلقى هاد الأماكن هذه رائعة جدا اللي تخلي لك واحد الراحة النفسية. شوفوا معايا المناظر الجميلة، نخليكم مع هاد الفيديو.